نحن أمام استحقاق العبور التالي، وأكبر معوق لحركة الاستقرار وحركة النمو والتنمية والنهضة هو الفساد. رشوة لا، محسوبية لا، فساد بظلم للناس لا، تضييع أوقات على الناس لا، تضييع فرص على الوطن لا. فهؤلاء الآن لأنهم حاسين وفاهمين وعارفين أني بفتح الملفات الفاسدة هذه، إذا لم يرعوي هذا البعض الذي يحاول أن يخرق أو يوجد خرقا في سفينة الوطن لن يرحم شعب مصر. ورئيس المنتخب فاسد مستحيل، هذا أمر وطن. الثورة لها إرادة، ثورة المصريين لها إرادة، الإرادة الثورية باقية ومستمرة. أدعو أبناء مصر جميعا من خلالكم إلى الإنتاج، الإنتاج والعمل والجدية، علشان نمتلك ثلاث حاجات: ننتج غذائنا، ننتج دواءنا، ننتج سلاحنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. إذا أديتم ما عليكم، إذا كنا يدا واحدة، إذا وظفنا كل مواردنا لصالح وطننا، إذا قمنا بواجبنا كاملا، إن على قهر المعتدي قادرين على حماية الأرض والعرض والوطن والأمة كلها. نفوسنا جميعا تتوق إلى بيت المقدس. أوقفوا إراقة الدماء، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها. غضبة شعب وقيادة.